خلي بالك لو هتشتري شقة إسكان من مالك تاني، لأن الشقة دي لو ما عداش عليها 7 سنين فلوسك هتروح عليه والمالك هيتعرض لعقوبة. في قرار طلع من فترة قلب سوق العقارات، وهو إن مصلحة الشهر العقاري حظرت إنك تتعامل في الوحدة قبل ما يعدي عليها 7 سنين من تاريخ الحصول عليها، ما ينفعش تبيعها أو تتنازل عنها أو تتصرف فيها بأي شكل من الأشكال قبل ما المدة تخلص أو إنك تاخد موافقة من مجلس إدارة الصندوق. وفي استثناء للناس اللي أخدت التمويل على 5 سنين واللي سنهم 55 سنة، ودول ممكن يتصرفوا في الشقة بعد مرور 5 سنين بس مش 7. وفي لجان بتعدي على الشقة تشوف اللي موجود فيها صاحب الشقة ولا مستأجر، وفي الحالة دي بتاخد مخالفة وتدفع تصالح، وممكن توصل إن الوحدة تتسحب منك، فأنت كده خسرت شقتك ومش هتعرف تاخد واحدة غيرها، واللي اشترى خسر فلوسه، يعني خسارة على الكل، لأن في الأساس أنت بتقدم على الإسكان فأنت محتاج ومستحق الدعم اللي بتقدمه ليك الدولة. نيجي بقى للأراضي، لأن القرار ده مش للشقق بس، نفس الكلام بالظبط بينطبق على الأراضي. ما ينفعش نقل الملكية غير بعد 5 سنين من تاريخ اعتماد شهادة الصلاحية الخاصة بالمبنى. يعني ايه اعتماد شهادة الصلاحية؟ يعني انت دلوقتي اخدت قطعة ارض، قعدت سنة واثنين وثلاثة ما عملتش فيها اي حاجة، لا بنيت ولا دخلت كهرباء ولا عملت حاجة، فكل المدة اللي عدت دي مش محسوبة من ضمن ال5 سنين، لانك بتبدأ العد بعد ما بتاخد شهادة الصلاحية، يعني بعد ما بتبني العمارة بشكل كامل وتعمل الواجهة وتدخل الكهرباء، عملت كل الحاجات دي انت كده تقدر تاخد شهادة الصلاحية. ونبدأ بقى نعد في مدة ال5 سنين علشان تقدر تتنازل عنها، يعني ببساطة كده مش هتعرف تتصرف فيها غير بعد ما تبنيها. يعني خلي بالك وانت بتشتري شقة اسأل صاحبها الأول.